اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفنا كل الانباء حوالين فريق الوداد، فريق كبير انه بيلعب مباراه فاينل، مؤكد انه عنده تركيز، عنده تجهيز لافضل العناصر. حتى زهير المترجي اللي كان بيتكلم على انه مصاب ده رجع التمرين وبقاله يومين بيشارك في التدريبات بشكل جيد، وهو لاعب مؤثر على فكره في صفوف الوداد. هتشوفوا صورته دلوقتي في اخر مران له مع الوداد، انه واضح انه بقى جاهز وبيلعب، وجمهور الوداد مبسوط انه زهير رجع وبقى كويس. ده من مفاتيح اللعب المهمه جدا. اللافي يمكن هو اللي اصابته بعيده شويه، شهرين ولا حاجه، لكن في كل الاحوال خدوا بالكم، فريق يوصل للمباراه النهائيه ومتواجد في النهائي بقاله فتره وعنده طموح في البطوله، من المؤكد ان عنده عناصر قويه زيه زي الاهلي، زي فرق تقيله كبيره عربيه افريقيه بتوصل للفاينل، فبالتالي مش هينتقص من قوه اي فريق يغيب لاعب او يرجع لاعب. ومن المؤكد كمان يا استاذ ابراهيم عشان نكون واقعيين، يعني اي حد بيقول وجهه نظره لقراءه بيه بيتكلم في المحيط بتاعه. لكن الوداد هيكون متحمس جدا هو جماهيره طبعا، مؤكد يعني ان النادي الاهلي باذن الله يلقى الحمايه والرعايه ويحصل على حقوقه في وسائل الراحه قبل المباراه. ما تيجي نروح تاني الدار البيضاء، حد معانا؟ الاهلي خلص تمرينه ورجع للفندق، ومعنا من فندق الاقامه موفد القناه يا فاروق، فاروق صلاح. فاروق مساء الخير. فاروق انا كنت اعرف تحيه للاستاذ ابراهيم المنيسي، وطبعا عرفت يا استاذ اسمع فاروق بس اسمع، كل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اسمع فاروق، انا عرفت ان الكابتن الخطيب كان له قعده اتفضل يا شباب، يمكن مش مع الفرقه بس، بعد ما خلص قعده الفرقه وقبليها قعد مع الناس المحيطين بالفرقه والاعلاميين بالذات، وكان له بعض الطلبات يعني لخصها لنا كده من غير يعني بلباقه، من غير ما تقول لنا اذا كان فيها حاجه يعني بيننا وبينكم يعني او بينهم وبين بعض يعني. اتفضل. تمام يا باشمهندس، يعني خليني اقول لحضرتك طبعا كان اجتماع الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في الدار البيضاء بفريق النادي الاهلي او البعثه الاعلاميه بفريق بالنادي الاهلي، طبعا في وجود اعضاء مجلس الاداره كاملا، نتكلم على امور كتير جدا. يجب توفير الجو المناسب وعزل اللاعبين عن اي اجواء، اللعيبه يتوفر لهم المناخ المناسب طبعا لاداء 90 دقيقه، في ادوار مهمه جدا لكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي على النطاق الفني على النطاق الاداري، الشق الاداري الخاص بيهم الكابتن الخطيب طبعا يعني مكلف كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي يقوم بدوره، لكن اكد على حاجه مهمه، لازم نوفر الجو المناسب للعيبه النادي الاهلي، نعزلهم تماما عن اي مشاكسات، ودي اهم حاجه يا فاروق يعني نتلقاها في اهم حاجه. بالظبط، هو انت يعني يا باشمهندس انت عارف طبعا. بالظبط يا باشمهندس، انت عارف طبعا يعني وجود قيمه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، بتبقى عارفين التوقيتات المناسبه للحديث، التوقيتات المناسبه لتوفير الجو المناسب ايضا لبعث لفريق النادي الاهلي، وايضا الكابتن الخطيب اكد على ضروره ان هو يحافظ على حقوق جماهير النادي الاهلي سواء الموجوده هنا في المغرب او الجماهير القادمه ان شاء الله الى المغرب، وضروره طبعا ان هو يحافظ على امن وسلامه البعثه بالكامل، وليس الامر متعلق فقط اللعيبه ولكن ايضا يشمل الجماهير. وبالمناسبه باشمهندس ويا استاذ ابراهيم، ده كان من النقاط المهمه جدا اللي شفناها ولمسناها في وجود الكابتن الخطيب ومجلس اداره في زيارته النهارده لمركب محمد الخامس، وعين الملعب وشاف المكان المخصص لجمهور النادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي طبعا اتكلم مع المسؤول الكاف ان ضروري التوفير يعني المكان مخصص يتوفر فيه الامان والحمايه الكامله لجمهور النادي الاهلي، يعني يعني المهندس خالد مرتجي اتكلم في نقطه مهمه، قال انا مستعد اتنازل عن المدرج المخصص اللي هو يعني بيتسع ل 11000 متفرج مقابل ان انا اخد يعني مدرج اقل في العدد 9600 متفرج، لكن يكون في حمايه افضل لجمهور النادي الاهلي ويكون بجانب فريق النادي الاهلي في الجزء المخصص ليه في الملعب. دي نقط إيجابية جدا، إذا يعني فيما يخص الفريق العزل الكامل وبعدوهم عن أي توترات أو نقل أخبار قد تكون مؤثرة أو نقل أخبار تكون ما ينبغيش يعني ليها عنصر الخصوصية أو الناحية الفنية، أو وفي نفس الوقت الحرص الشديد جدا على راحة جماهيرنا واختيار حتى المكان المناسب اللي يظهر تأثيرهم يعني. حاجة غير كده عندك؟
بالظبط يا باشمهندس. برضه انا عايز بقى اقرب حضرتك من الكواليس هنا في المغرب واستعدادات فريق النادي الاهلي، ايضا نتكلم على استعدادات فريق الوداد البيضاوي، وعندنا برضه بعض الكواليس. خليني اقول لك ان الاتحاد الافريقي اخطر الاتحاد، وده يعني حصري من خلال حضراتكم ومن خلال قناه النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي اخطر الاتحاد المغربي، ان التذاكر التي لن تباع في يعني قبل المباراة لن يتم بيعها يوم المباراة، وبالتالي المدرجات اللي مش هيتم حجز تذاكرها هتبقى شاغرة، ودي من النقاط المهمة جدا اللي شدد عليها مسؤول الكاف مع الاتحاد المغربي. خليني اقول لك ان النهاردة بالتحديد الخميس بدأ حجز التذاكر، اقبال كثيف جدا من جماهير الوداد، تجاوز ال 20,000 يعني حجزوا اكثر من 20,000 متفرج من مدرجات استاد مركب محمد الخامس، اللي من المقرر هيتم افتتاح الملعب للجمهور قبل موعد انطلاق المباراة بخمس ساعات، مباراة زي ما حضراتكم عارفين الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة، هيتم فتح أبواب الاستاد من تمام الساعة الثالثة. بالمناسبة برضو النهاردة باشمهندس إن تم النادي الأهلي استلم 10 كرات جديدة اللي هيتلعب بيها النهائي، طبعا دي الكرات صممت للمباراه النهائيه، النادي الاهلي استلم 10 كرات، ايضا نادي الوداد استلم 10 كرات هتلعب طبعا بيهم المباراه النهائيه. النهارده كان يعني بتجوب شوارع كازابلانكا الكره ومعاها الكاس، اللي ايضا برضو من خلال حضرتك برضو نتكلم في هذا الامر، ان الكاس اللي ان شاء الله اللي هيحمله الفائز بهذه المباراه ان شاء الله يكون النادي الاهلي، هو كاس صمم يعني نسخه بنفس التصميم القديم، ولكن هي نسخه جديده تم تصميمها هذا العام. طبعا النادي الاهلي عنده النسختين الاخرانيين من بطوله ال 2020 و2021، تم تصميم نسخه جديده في هذه النسخه ولكن بنفس التصميم ونفس الشكل القديم. طبعا دي كانت من الامور المهمه جدا اللي الاتحاد الافريقي يعني اشتغل عليها بخصوص التحضير للامور الاحتفاليه الخاصه بهذه المباراه. عايز برضو لو وقت حضرتك اسمح يا باشمهندس والاستاذ ابراهيم انقلك الناحيه الثانيه لاستعداد إعدادات فريق الوداد. طبعا وليد الرجراجي يعني انا من بتابع حضرتك وسمعت كلام حضرتك، هو قال تصريحين، تصريح مهم جدا ان قال ان فريق بيترو اتلتيكو لو كان واجه فريق غير الوداد كان ممكن يلعب المباراه النهائيه، وقال تصريح تاني ان حاليا ان شايف ان النادي الاهلي هو افضل نادي والمرشح الاول، وان بيتسو موسيماني هو افضل مدير فني داخل القاره السمراء. كلامي صحيح يا باشمهندس؟ يعني معرفش قال كده، لا انت اللي بتقول لنا اهو الكلام ده صحيح. بالظبط بالظبط يا باشمهندس. طيب دي انا بس انا بعتبرها يا فاروق دي من ضمن المناورات اللي بيلجا اليها المديرين الفنيين، يعني كمان مش كل كلمه هتنطق لازم ناخدها بالتحليل وكانها يعني يتبني عليها. الشاطر اللي يبص لنفسه ويبص المنافس بواقعيه ملوش دعوه بالكلام اللي بره. فمؤكد ان موسيماني برضه عارف يحلل. اتفق مع حضرتك تمام. اتفضل. اتفق مع حضرتك طبعا يا باشمهندس في هذا الكلام. خليني اقول لك ان لهجه وليد الرجراجي في الفتره الاخيره او في خلال ال 48 ساعه الماضيه بدات تتغير، يعني زي ما حضرتك معتاد طبعا يا باشمهندس بتقول طبعا بطريقه التنويم المغناطيسي، هو عايز يرفع الضغوط شويه على لعيبته، عايز يخلق دوافع للاعبي فريق الوداد. ايضا المناورات اللي بتتم على عوده طبعا اللعيبه المصابين سواء زهير المترجي وجلال الداودي واشرف داري اللي رجع طبعا في المباراة الأخيرة. طبعا هو بعض الأخبار اللي بتقال في الصحافة المغربية اللي طبعا تناولت الأمر ان اللعيبة من الصعب الحقهم بالمباراة، لكن في منهم لعيبة طبعا شاركت في المباراة الأخيرة وهيكونوا جاهزين. اقدر اقول لك ان فريق الوداد هيكون جاهز للمباراة بالقائمة الكاملة وباللعيبة الأساسية، يعني مش ما عندوش اي غيابات لهذه المباراة. من النقاط المهمة جدا ان الاتحاد المغربي هنا موفر كل الدعم الكامل، ودي نقطة مهمة برضو يا باشمهندس علشان نشوف الصورة برضو، ان الاتحاد المغربي هنا موفر كل الدعم لفريق الوداد المغربي، ومن المقرر طبعا ان فريق الوداد خلال الفترة الأخيرة كان بيؤدي تدريباته في المدينة الرياضية مدينة محمد السادس، بدءا من الغد هيؤدي تدريباته على استاد او مركب محمد الخامس لمدة 3 أيام، جمعة والسبت والحد، ومخصص 3 أيام لفريق الوداد لأداء تدريباته على ملعب اللي هيستضيف أحداث اللقاء، مقابل إن النادي الأهلي طبعا هيؤدي تدريب وحيد على هذا الملعب يوم الأحد اللي هو قبل المباراة. دعم أيضا في وسائل الإعلام اللي رصدت طبعا يعني. فاروق هنا نقف، المباراة ليست مباراة الاتحاد المغربي، الشأن ده لو هو هيتمرن 3 أيام من حق النادي الأهلي يتمرن 3 أيام، فدي مش مسألة.
الاتحاد المغربي وفر. الملعب الآن هو ملعب الاتحاد الإفريقي، واللي بينظم التدريبات عليه هو الاتحاد الإفريقي. أرجو أن دي تبقى يعني واضحة لكل. بس بالظبط يا باشمهندس، يعني دي من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان الاتحاد المغربي من يعني بدا من الغد مخصص زي ما قلنا 3 ايام. الموضوع ده طبعا هيشوف فيه تناقش مع مسؤول الاتحاد الافريقي، لكن هو مخصص ان الاتحاد المغربي ان الثلاث ايام دول هيكون لاداء تدريبات فريق الوداد. يا ابراهيم بالظبط. طيب هو لكن انا عايز اقول لك ان الاستاد اللي التدريبات اللي بيأدي عليها النادي الاهلي الملعب العربي الزولي هو ملعب يعني بالنسبه للنادي الاهلي ملعب مؤمن. النادي الاهلي في ارتياح من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي في اختيار ملعب العربي الزولي في منطقه هاديه. ملعب بيوفر جو من المناخ المناسب للنادي الاهلي، بيوفر ايضا جزء من الامان اللي بعثت فريق النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي. طبعا انت عارف ان المستر بيتو موسيماني طبعا خلال هذه الايام هيشتغل على الجوانب الخططيه والجوانب التكتيكيه. من الممكن طبعا الاستاد محمد الخامس ما يكونش بدرجه الدرجه الكافيه طبعا ان انا اقدر من خلال هذا الامر في ارتياح زي ما قلنا في ملعب العربي الزولي اللي الفريق ادى عليه تدريباته اليوم اللي اختتمها طبعا ب يعني فقره خصصت لي من المستر بيتسو موسيماني لضربات الترجيح طبعا تالق فيها كل اللاعبين. ننتظر ان شاء الله يوم المباراه ويبقى اليوم موفق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله، وما يعني ما نوصلش لضربات الجزاء ويكون يوم موفق للعيبه النادي الاهلي يا باشمهندس. الحاله الفنيه للعيبه بالذات الاربعه العائدين من الاصابات الحمد لله مطمئنه في التدريبات يا فاروق؟ اطمن حضرتك طبعا اللعيبه اللي عايدين من الاصابه سواء اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي او كل اللاعبين. ايضا يعني زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله ان في محاولات يعني بتجرى مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي، يعني ان شاء الله اللي هتحدد خلال 48 ساعه امكانيه لحاقه بالمباراه. ايضا بدر بنون موجود اللي بيستكمل برنامجه التاهيلي. لكن اللي انا برضو عايز انقله برضو من خلال حضراتكم هي الروح اللي عند اللعيبه، التصميم اللي عند لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتتكلم يعني في احاديث جانبيه خلاص استعدادا للمباراه. اللعيبه بتقول خلاص احنا اول ما ركبنا الطياره في الاتجاه للمغرب خلاص احنا بنركز ان احنا نحافظ على لقبنا، بنركز ان احنا نحقق رقم قياسي في القاره بالحفاظ على البطوله العام الثالث على التوالي. بعض اللاعبين قال لك فرصه ما بتجيش في العمر كتير انك يعني تحافظ على البطوله العام 3 مرات على التوالي. بعض اللعيبه بيبقى عندها ارقام فرديه يعني بتبقى في جانب اخر بجانب العمل الجماعي اللي هو طبعا التحقيق للانتصار. اعتقد اكبر حافز وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيتكلم مع اللعيبه، كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على خلق الدوافع النفسيه، مستر بيتسو موسيماني في المحاضرات اللي بيتكلم فيها مع اللاعبين بيتكلم ان دي فرصه ممكن ما بتجيش كتير خالص انك توصل لنهائي يعني تبقى البطل لمده 3 مرات متتاليه. دافع اكبر للعيبه، دافع اكبر للجهاز الفني. ان شاء الله كل الامور يعني خلال الفتره القادمه تبقى برضه تسير على ما يرام في انتظار طبعا يوم المباراه. اللي خليني برضه اكد على حضرتك حاجه يا باشمهندس، النهارده كابتن محمود الخطيب كابتن سيد بيتكلم ان طبعا في بعض الامور اللي احنا يعني لمسناها النهارده من مسؤول الكاف وهاكد عليها من خلال حضرتك. النهارده مسؤول الكاف في زياره مجلس اداره النادي الاهلي شدد على عدم وجود شماريخ واكد على هذا الامر، والمهندس خالد مرتجي شدد عليه قال له هذا الكلام مؤكد، قال له كلام مؤكد، ممنوع استخدام الليزر، ممنوع استخدام الشماريخ، ممنوع القاء الزجاجات على اللاعبين في ارض الملعب. دي من الامور اللي يعني خليني اقول لك هيبقى فيها طبعا امور كتير جدا وحديث عليها خلال الفتره القادمه. لكن مسؤول الكاف اكد على عدم وجود تجاوزات وشدد على هذا الامر، والمهندس خالد مرتجي شدد ان الكلام ده يكون كلام مؤكد من مسؤول الكاف اللي كان موجود معانا النهارده. طيب يا رب نشوف هذا الكلام فعلا. ابراهيم فاروق عندك اي اضافات تانية حوالين اجواء البعثه داخل الفندق؟ لا اقدر اقول لك يا باشمهندس الاجواء هنا يعني اللعيبه خلاص زي ما بنقول التركيز، اللعيبه متوفر لها الجو، احنا التزام تام طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد بالتنسيق طبعا في هذه الامور، طبعا حظر اعلامي طبعا على بعثه فريق
النادي الاهلي لعزل اللعيبه تماما عن اي امور، عدم حضور طبعا اي وسائل لتدريبات الفريق للنادي الاهلي، جو ومناخ مناسب ان شاء الله يكون للعيبه النادي الاهلي، يوم ان شاء الله يكون فيه شخصيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، لكن الامور مطمئنه. اقدر اقول لك ان غدا ان شاء الله اللعيبه هتتناول وجبه الافطار طبعا في تمام الساعه العاشره، ثم اداء وصلاه الجمعه يكون في تمام الساعه الواحده والنصف، وايضا في جلسه تصوير، ثم وجبه الغداء، ثم محاضره لبيستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه السادسه والنصف، ثم التحرك الى الملعب او ملعب العربي الزولي في تمام الساعه السابعه لاداء تدريب النادي الاهلي. دي تقدر تقول يا باشمهندس كواليس اليوم غدا بمشيئه الله لفريق النادي الاهلي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما اختم مع حضرتك، ان طبعا النادي الاهلي هو الفريق رقم ايه في هذه المباراه، وبالتالي النادي الاهلي هيرتدي الزي الاحمر، الزي الرسمي للنادي الاهلي، فريق الوداد هو اللي هيرتدي الزي البديل في هذه المباراه. ان شاء الله يكون يوم موفق، والفتره دي تكون فتره موفقه لفريق النادي الاهلي، ويكونوا قادرين ان شاء الله على حظ البطوله الافريقيه. الاتحاد الافريقي هل هيعمل مسحه كورونا للفرقتين ولا انتهى الموضوع ده؟ بالظبط يا باشمهندس، تم يعني ابلاغ بعثه النادي الاهلي ان في مسحه بي سي ار قبل المباراه طبعا، هيتم اجراءها يوم الاحد ان شاء الله، مسحه سواء يعني للافراد الفريق البعثه بالكامل للنادي الاهلي والفريق الوداد. ده كان الاختيار من المنسق الطبي اللي ابلغ النهارده طبعا الكابتن سمير عدلي، اللي طبعا قايم بدور كبير جدا. الكابتن سمير عدلي واحد من يعني الجنود المجهوله في النادي الاهلي، قايم بدور منذ يعني قبل قدوم البعثه والتنسيق مع مسؤولي الكاف، لكن مسحه البي سي ار طبقا للبروتوكول موجوده يا استاذ ابراهيم. هل هناك اضافه اخرى فاروق؟ انا مع حضرتك لو في اي سؤال يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا، وفيت كل الصوره الكامله. شكرا لموفد قناه الاهلي الى الدار البيضاء الزميل فاروق صلاح، واعتقد حطكم في الصوره كامله من كافه. ما هو مهم انك تجيب حد لصيق بالفرقه، حد من خارج الفرقه، الصوره تكتمل. نتمنى ان الكلام اللي اتقال لنا قبل فاروق ما يخش يكون بيعكس الواقع، وان الهدوء فعلا يستمر لحد المباراه وما بعد المباراه. احنا مش نقول هدوء لان الكره ما فيهاش هدوء، لكن الالتزام بالمعايير اللي الكاف لو فعلا قدر يحقق الشروط دي يبقى ساعد مساعدة كبيرة في أن كرة القدم ترتقي إفريقيا وتوصل لمكانة أفضل بكتير بإذن الله. إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي مساء الاثنين. هنطلع الفاصل الأخير وبعد الفاصل نتواصل.